كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ألحقنا بهم مؤمنين غير فاتنين ولا مفتونين، بحرمة وبركة وسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل عليه صلاة ترسينا بها بسليل أهوال ولاخات، وتحسين بها جميع الحاجات، وتبهرنا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له الحمد وله الشكر على ما أنعم مع أهل القرآن وأهل الذكر وأهل الفضل وأهل الصلاح. اللهم كما جمعتنا في هذه المدرسة المباركة اجمعنا قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي منى ومزدلفة، واجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين في جنات النعيم. اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. الحمد لله الحمد لله.